شابة مراهقة وآية من الجمال، غادي يزوجوها الأهل ديالها بواحد الخليجي، واخا الأب كان رفض وحتى هي رفضات، لكن الأم ديالها ما خلاتش ليها الخيار من غير سخط ورضة، حيتاش ليلى مرضية، فغادي تصدم مسكين على الأحلام ديالها اللي في الأخير غادي تكتشف واحد السر على هاد الخليجي اللي خباوه الأهل ديالو عليها وخباه حتى هو عليها. وهنا كانت الكارثة العظمى من المعيار الثقيل. ما تمشوا فين وبقوا معي باش تفضوا من حلقة الليلة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلاميك. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه وحوالكم طيبه. اذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار داك كيف العاده ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي مكلفكم حتى شي مجهود باش تخليوا هذه القناه توصل للقريب والبعيد ويستفد الصغير والكبير. خليني ما نطلش عليكم اكثر، وما تنساوش انكم تضغطوا تحت على داك زر الاعجاب. ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا ليلى وبنت وسط ثلاثة ديال خوتي اللي هما دراري. حنا من واحد الجهة اللي هي بعيدة في المغرب، الطفولة ديالي نقدروا نقولوا عليها بلي أنها دازت عادية. الأب ديالي كيتعاطى للخمر، لكن صراحة هاد الجانب ما مأثرش علينا في والو، ما نقدرش نعاتبو عليه حيت ما مخصصنا من حتى شي حاجة ولله الحمد، وميسورين ماديا. حنا عائلة اللي عايشة في فيلا وقاريين وواكلة وشاربة ولابسين، عمر شي حد ما دق علينا أنا وليا فلوسي، مرتاحين من كل شيء ولله الحمد. من غير أنني كبنت كنت محتاجة للوجود ديال الأب ديالي، أنه يجلس معايا يسول فيا، إذا مرت ما كانش كيتسوق ليا، حدو تيقول ليا أنا عطاك الفلوس دبري راسك، ما كانش عارفني حتى فاش كنت تنقرا. نخليو المراهقة وكل ما يليها، غير هو قبل خاصكم تعرفوا بلي أنهم ما كانوش تيخليوني أنني نخرج من دارنا، ديما من دار المدرسة وممنوع الصحابات والدراري، وإذا لقوني تنهضر مع شي واحد في التليفون يقدروا يعطوني قتلة ديال العصا. فاش درت 12 عام لقوني كنهضر مع واحد الذكر وعطوني فعلا نيت قتلة ديال العصا، والأب ديالي كان مزصر عليا خوتي اللي صغر مني. عمرهم صراحة ما حصلوا عليا شي حاجة اللي هي خايبة، ولكن كنت محظية من جميع الجوانب. صراحة هادشي كله ما تيهمش. غادي نمشيو مباشرة لهاد رمضان اللي داز، نهار ليلة 27 كنت جالسة ما بيا ما عليا، كنشقى حتى كيصوني خويا الكبير على ماما اللي ساكن في دوله خليجيه وخدام في واحد الشركه تما، صنع عليها وقال ليها راه بغيت ندوي معاك، واش حداك شي حد؟ انا كنت حداها، قلت يمكن بغى يدوي معاها في شي حاجه ما بيناتهم، حيت في الاصل هاد خويا من ماما وهو الكبير. نط من حداها وطلعت شويه كنسمع بلي انا ماما كتعيط لي وهي فرحانه، ما جاوبتهاش. حتى المره الثانيه هبطت لعندها سولتها شنو واقع ياك لاباس ماما، قالت لي فرحي راه جاو فيك الخطاب. وعلى هذه اول مره راه عادي، انا ما كنتش اصلا باغا نتزوج حيت كنت مازال باقا تنقرا، قلت لها اجلي هذا الموضوع عافاك ماما حتى من بعد، ولا وهاد السيد راه من اصول لاباس عليهم وراه باغيك دينو دنيا وهاكي داير وهاكي داير. الله يهديك ماما، حيدي عليا. طلعت وخليتها هي بقات كدوي مع خويا، ما توقاتش ليا وهضرتي جاتها زايد نقص. انا عاد بالي بلي انه غير كضحك وهذه غير هضره ودايزه، فما عمرتش بها بالي. شويه بدات كتحكر هي خويا، وهنا فين بينت لهم بلي انه فعلا انا رافضه ولا مجال للنقاش في هذا الموضوع، غادي تبدل معايا. التليفون اللي كان كيتقلب مره في الشهر ولا كيتقلب بيا يوميا، وحتى جماعتي مع صحاباتي ولاو كيتقراو، فغادي دار عليا واحد الضغط اللي ما قدرتش انني نستحمله. وشنو غادي ندير؟ غادي نستسلم. قلت لهم صافي واخا، بديت كنسولهم شكون هو هاد السيد، عرفوني عليه. في الاول غادي يعطوني السميه ديالو الكنيه ديالو، وقالوا لي بلي انه عمره 23 سنه، هادشي فقط اللي عرفت عليه في الاول. قلت لهم صافي حتى نجمعو كاملين ويكون خير ان شاء الله. شي ايام من بعد عيطت عليا ماما وخويا، لبست حوايجي ودوزوه ليا في ابل فيديو، هي خرجت وخلاتني معاه الراس في الراس. السيد ماشي في عمره 23 سنه ولكن في عمره 33 سنه، وانا في عمري 18 سنه الله يخليكم. قلت ليه سمح لي انا غادي نعاود ندوي لك. قطعت عليه ومشيت لعندها وبديت كنبكي، علاش كذبتو عليا وفي عمره 33 عام؟ في الاول حتى هي ما تقبلاتهاش، وعرفت بلي انه ما كانش في راسها، ما يكن على الموضوع. لكن من بعد اسبوع بدات كتقول لي راه العمر غير رقم وراه غادي تمشي لتما وغادي ترتاحي. خاصكم تعرفوا بلي انه انا كنت عايشه ضغط رهيب وسط دارنا، خلي الغوات اللي كينوض في الدار، خلي خويا اللي كيجي ويبدا كيهلل عليا علاش كدوي مع هذا، علما انه صغير عليا.
خلي الخروج اللي هو ممنوع واللبس ديالي اللي كان محدود، ما عنديش الحرية أنني نلبس اللي بغيت، ببساطة لأنه إحنا عايشين في واحد الجهة أو في واحد المنطقة اللي هي جد محافظة، فكنت عايشة واحد ضغط نفسي اللي كان كبير وما كنتش قادرة عليه. المهم الأم ديالي كانت نيتها أنها تعتقني من المحيط اللي أنا عايشة فيه، ولكن درتها بواحد الطريقة اللي هي غلط. قالت لي غير سيري وغادي يخليك تكملي قرايتك وغادي تديري وغادي تفعلي. المهم الوعود الخاوية. بابا ما بغاش هاد الزواج، ولكن قنعاتو ماما بطريقة ديالها. وشنو غادي ندير؟ أنا سكت وتواصلت مع السيد وبديت كندوي معاه عادي، وما حدي كندوي معاه حسيت بلي أنه شي حاجة ماشي هي هذيك، لكن ما تسوقتش، قلت يمكن راه ولد الناس مثلا، اذا صفت ليه صورتي فاش يطلبها مني باش يتعرف عليا اكثر ماشي كان تيفرح ولا كيتجاوب، حدو تيدير قلب وكيمشي كيغبر عاد كيعاود يرجع. بقينا بحال هكاك في داك التعارف، حتى قالوا لي راه فلان غادي يجي. امتى غادي يجي؟ من هنا لشهر. جا فعلا، وهنا بديت نحس باللي انه الامر غادي فعلا لطريق منحوته وماشي غير تفليا. شو غادي ندير وانا مازال باقا صغيره؟ وبدا كيتنادم معايا الحال، تنقول لا ما كانش خاصني نتاثر بالهضره ديالهم. المهم غادي يجي هو وخالو وزوج ديال خوتو، ما جاوش نسا، جاو غير الرجال ومعاهم كان خويا الكبير. درنا لهم احسن استقبال بما يليق بالمنطقه ديالنا، ومن بعد غادي يعيطوا ليا باش اننا نديروا الشوفه الشرعيه. هبط وصراحه حاشا واش نعيب الخليقه ديال مولانا، ولكن ما يستاهلنيش، وكانت باينه غير من وجهه خويب وما مهلش فراسو وقصور وكرشو خاجه، وانا ماشي داكشي اللي كنت كنتصور، واخا شفت التصاور من قبل لكن شفتهم بالفلتر وماشي كيف الحقيقه. طلعت وبديت كنبكي وكنقول لهم لا ما عجبنيش وانا ما بغيتوش. يا ودي يا ليلى راه ما بقاتش في الزين، شوفي غير التعامل. صبرت وبقيت في بيتي تنفكر. اليوم كانت الشوفه الشرعيه، لغد ليه كانت الخطبه، يعني داز كل شيء بواحد السرعه اللي خياليه، ولدابا انا مازال باقا ما مستوعباش هادشي اللي انا محطوطه وسط منه. دازت الخطبه اليوم، لغد ليه كان العرس. العرس كان كبير وجا القريب والبعيد، ولكن الاغلبيه ديال الاطراف ديال عائلتي ما كانوش مرتاحين لهذا الزواج، من غير واحد خويا وماما اللي كانوا مصرين. داك خويا اللي اصلا عرفني عليه، فبقيت انا جالسه كنتسناهم، حتى قالوا لي راه خاصك انك تمشي عندو لوطيل، وبداو كيشرحوا لي. انا غير تنبكي على ماما وتنقول ليها شوفي انت اصلا درتي لي شهاده العذريه، يعني ما عندك مناش تخافي يا ماما، غير رفعي راسك خليني اليوم ندوي معاه، بحكم انه ما كنتش كندوي معاه بزاف وما عارفاش اصلا حتى كيفاش داير وكيفاش كيتعامل، وديك الساعه يكون خير ان شاء الله. قالت لي اسمعي يا بنتي، ها سختها رضا اذا ما خرجتيش ليا صباحك. انا سمعتها سختها رضا وتفرقعت بالبكا، انا مرضيه ما نبغيش نخسر ميمتي. انا كنت باغي ندير لي فراسي نمشي عند السيد نتعرف عليه وما نخليش انا اصلا يحط عليا يديه حتى نرتاح معاه. حنيت الراس ومشيت عند السيد ولقيتو في عالم واحد اخر، حالته حاله، ولات كتبان ليا حاجه وحده، انه داك الصبوحي خاصني نعطيه لماما. صبرت ديك الليله وقسما بالله وسمحوا لي على هذه الجراه، غادي تكون اكفس ليله حياتي. اي بنت صراحه كتمنى انها تدوز ليله فرحانه وناشطه، انا كانت عندي اكفس ليله واكفس 3 ايام في حياتي اللي عشت فيهم شي حوايج ما كانش خاصني انني نعيشهم وانا مازال باقا صغيره. كنت باقا باغا نخرج نقرا نلبس، عندي احلام وعندي طموح، لكن في هذيك الليله بالضبط حسيت انه كل شيء تحطم ليا. صبرت ديك الليله وقسما بالله اذا سمحوا لي، ولكن من 4 ديال الفجر تصبح علينا الحال وهو كيحاول وكيتكرفس عليا، وانا فودني غير على السخطه الرضا. من بعد ما تبكيت حتى عييت في الدوش وصونيت ليهم، جاو عندي الدار. في الاول كانوا متفقين باللي انه خالو زوج ديال خوتو غادي يسبقونا باش انهم يمشيو يوجدوا الدار في ديك البلاد، وفي المطار غادي نرجع انا وياه. لغد ليه داو معاهم خوهم وخلاوني انا وخويا، قالوا لنا حتى تتبعونا نتوما. قلت ماشي مشكل، فبقيت مورا بنهار تقديت حويجاتي على خاطري وداكشي اللي غادي نحتاج. وصل لغد ليه تودعت مع العائله ديالي وحتى مع احلامي، وشديت في يد خويا اللي لحني الطريق ما عارفه فيها والو، علما انه انا اصلا عندي اطراف من عائلتي في ديك البلاد. عندي 4 ديال خوالاتي، 3 منهم زوجين وحده باقا ما مزوجاش، وخالي لي مزوج بمغربيه وكان خويا، يعني هادو هما الحوايج اللي كانوا مصبرني في ديك البلاد، على الاقل كاينه واحد الريحه ديال البلاد تما. مشينا وعند بالي بلي انه غادي تعرض ليا ديك العائله ديالو اللي تعرضوا ليه واللي كانت واحد القوم قدو قداش، لكن للاسف وصلنا وكنلقى غير بوحدو واقف بحال شي هبيل وهز واحد الورده وحالته حاله الله يسمح ليا.
سلمت عليه وقسما بالله ملي حطيت رجلي في ديك البلاد ما ارتحيتش، وحسب لانه شي حاجه ماشي حتى لهيه، وجاني في الطريق وانا كنبكي غادي نتلاقى بخالتي وحده اللي سلمت عليها حيتاش الاخرات ما كانوش مسالين، وكان خالي حتى هو اللي كلهم بكاو لحقاش ما كانوش ببساطه باغي ليا هاد الزواج. كنا متفقين انني غادي نمشي لداري فين نستقر مباشره ونرتاح ونكمل قرايتي، مزوجه ولكن حياتي غادي تمشي طبيعي كيف ما كانت من قبل. انا غادي ندور عند خويا وقلت له ما غاديش تفرق عليا حتى توصلني وتعرفني انا فين كاينه وعيلي، هادشي كامل تحتاجي انك توصلني عليه. دخلنا الطوموبيل حتى شويه كنسمع السيد اللي انا مزوجه به تيقول الشيفور ديال الطوموبيل دينا لوطيل فلاني. حبس حبس حبس، انا اصلا جايه عيانه 8 ديال السوايع في الطريق وانت كتقول لي لوطيل فين هي الدار؟ من بعد نهضروا في هذا الموضوع. قال لي خويا صافي خلي حتى من بعد. قلت لي اذا ما كنتش غادا للدار باش نرتاح من الاحسن بلاش، حيت الشوطيل انا ما غاديش نرتاح فيه. لا لا غادي ترتاحي، الله يعطيك الصبر لما تديني عند خالتي، انا راسي تيضرني عليا. بدا يقنعني وغير اليوم وغير هادي وغير هادي. مشينا لدوك لوطيل وقسما بالله الحوايج اللي سافرت بهم من المغرب لحتى لهنا هما باش تلاحي تنعس، ويلا انا غمضت عيني هنا كنحس بيه انه كيتقرب مني. قفزت وقلت ليه مالك ياك لاباس؟ لا راه بغيت نقيسك. لا انا بغيت نرتاح. غوت عليا نوضني بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع. عند بالي بغى يدوي معايا في شي موضوع اللي نيت هو جدي، وسمحوا لي غادي نتجرأ معاكم مره اخرى. قال لي خليني نتقرب منك. شوف فلان انا دابا عيانه وراسي غادي يطرطق عليا، عافاك خرج خليني باغا نعس واحد شويه نرتاح. لا انا شحال ولا كنتسناك خليني. كمدتها وخليته وعاوتاني غادي يعذبني كيف النوب الاولى. خرج فحالو غادي نغمض عينيا ها هو عاود دق عليا. نعم نوضي تغداي. لا غير تغدا انت ونوضي الغدا غالي. خصكم تعرفوا بلي انا ومع هادشي كله اللي عاودت لكم شخصيتي قويه وماشي من النوع اللي تقدر انها تقبل الغوات ولا السيطره. نوضت عنده وخرجت فيه عيني وقلت ليه سمع نقول لك فلان راني عمرني ما سمعت في دار با هاد غالي، واذا غالي سير كلو انت. ودفعت عليه الماكله صونيت على خويا وقلت ليها جي ديني عند خالتي نبات عندها اليوم. انا بعدا مازال ما تقبلش اصلا الفكره نتاع انني بنت مزوجه وعاد انه شي حد خرج من دارنا انه تتحكم فيا. قال لي لا ما غاديش تمشي عند خالتك هي اللي غادي يمشي عندها. فعلا مشيت عندها خويا هو اللي غادي يديني. بقاو عليا خوالاتي وزربتي على راسك، لكن خويا ظريف وكان عارف شنو كنت نعيش في الدار مع بابا وخوتي فقال لي في دماغه بلي اللهم تزوج. المهم خوالاتي كينصحوني بلي انه في الاخير اللي عطى الله عطاه غير سيسي معاه، دابا حتى ديري علاش وديك الساعه ترجعي. صبرت ومشيت رجعت للوطيل اللي دوزت فيه 5 ايام وباقي مازال حتى شي حد من عائلته ما هز التليفون باش انه يسول فيا. بقيت انا ويا الراس في الراس في داك لوطيل ما خرجت ما درجت حتى لواحد النهار جاي خويا باش انا يديني عند خالتي وهو يصوني باط راجلي. قال ليه فين هي العروسه اللي منين جات وهي داخله خارجه؟ راه يلا غدا عند خالتها با ايوا هبطها لينا نشوفوها. هما عاد طفات عليهم الشمعه واش هو تشكا ولا ما عرفتش، المهم عاد جيت ليهم انا في بالهم. هبطت لعندهم وقال لي راه حنا عارضين عليكم انت وخالتك اجوا عندنا للدار. مشينا فعلا للدار وجلسنا معاهم والصراحه العائله كانت مزيانه الله يعمرها دار من صغيرها لكبيرها. جلست معاهم واكتشفت الثقافه ديالهم اللي كانت جديده عليا وقلت وكليت معاهم حتى بغيت نخرج. سولوني واش تبقاي معنا ولا تمشي للوطيل؟ قلت لي حسن هنايا غير قلت هذه الجمله عيطوا على مرت با اللي جابت ليا واحد النقاب وقالت لي ها كي ديريه. علاش غادي نديرو حيت عيالاتنا تيديروه ضروري فاش انهم كيتزوجوا. في الاول تقبلتها بالضحك ودرته وعجبني الحال وجا معايا وقلت ليها واخا ماشي مشكل بقيت دايره. شويه بشويه بدا المعقول تيدخل معايا شنو هاد العيشه وشنو هاد الحياه وشنو هاد المستوى اصلا اللي وصلت ليه. وانا نقول لهم لا ما غاديش نديرو، لا ضروري ديريه وراه عندنا المراه اذا ما داتوش كيشوفوا فيها شوفه ناقصه. قلت لها شوفوا اللي عجبكم وما درتوش. ولكن صراحه غير هي دازت واحد يومين وانا نعاود نلبسو من اول وجديد. علاش؟ لانه تيبان ليا بلي انه كلشي مغطي الا انا بحال شي وحده خارجه من الجماعه. قلت صافي نديرو درتو وبديت كنلبس بحالهم وكنتعامل بحالهم والتصرفات ديالي كانت مزيانه معاهم الا حاجه وحده، هذاك السيد اللي انا كنت مزوجه به البلاصه اللي هو تيكون فيها قلبي تيبغي يطرطق. قلت لهم داك الراجل انا ما مرتاحاش ليه وما باغاش. وحنا عندهم كان يوميا ملي جيت وهو فين ما يدور يقول لي بغيت نتقرب منك بغيت نقيسك. انا ما عجبنيش هكاك ما مولفاش ديك الحاله وبقى صغيره وهو 33 سنه. شديت واحد النار وقلت ليه شوف فلان
انا راني باقا صغيره، خليني بعدا هو الاول نتقبل انني مزوجه ونتقبلك انت، وديك الساعه كلشي غيكون مزيان. جبت ليه الموضوع ديال القرايه، هو يقول لي حنا بناتنا كاع ما تيقراو. بحاله تصرفقت، انا غادي نمشي نقولها لماما. قالت لي لا راه اصلا مديوره في العقد، غير صبري راك اصلا مازال باقا عروسه. ما ارتحيتش، وكل مره كنت تنصوني على دارنا حتى قهروني بصبري صبري وانا نبلوكيهم كاملين، حيتاش عند بالهم باللي انا اللي فيا المشكل. انا غادي نمشي عنده وغادي نواجهه وغادي نقول ليه ما تحطش عليا يديك حتى نبغي انا ونلقى راحتي، وانت خاصك تعرف اصلا تتعامل معايا، وديك الساعه يكون خير. غادي يصبر النهار الاول والنهار الثاني والنهار الثالث، وما بقيتش قاده نعس اصلا حداه، وليت كنفرج في الارض. هو غادي يخرج شويه كنسمع الباب كيدق عليا، حليت القباه. صباح الخير، بغيت ندوي معك في واحد الموضوع. واخا مرحبا، نلبس عليا غير حوايجي ونجي. لبس فعلا ومشيت جلست معاهم لتحت حتى كنلقاه هو ومرته اللي ماشي مرت راجلي ولكن مرت باه. جلست معاه وعند بالي بلي انا والاب غادي يدوي في شي معقول، حتى تيقول لي تخيلوا معايا، غير تخيلوا، تيقول لي علاش ما كتخليش ولدي يقرب منك، ولكن غادي يقولها بواحد الاسلوب اللي كان جري وزنقاوي. تخيلوا معايا المنظر، انا تصرفقت، وغير باش نستوعب ونجاوب ما قدرتش، الهضره اصلا مشات ليا. رجعت النفس ديالي وقلت ليه بكل هدوء، باش من حق كتسولني هاد السؤال وباش عرفتيه؟ قال لي راه فلان اللي جات تشكى، وهاد فلان باش راجل اللي تيقول لك اسراري انا وياه في بيتنا، باش من حق. تعصبت وما حملتش انني نتحط في داك الموقف. قلت ليه عرفتي شنو، منين وصلنا لهاد المصل صافي، انا ولدكم ما تليتش باغاه، هو اصلا كنت كنجبد ليه الطلاق، وفاش كنجبدو ليه كيولي كله كيترعد. داك السيد ماشي طبيعي، وحاولت نتقرب منه ونعطيه فرصه لكن ما قدرتش نتفاهمو كشخص بعدا عاد باش يكون راجلي. ما عارفش واش تيبغيني، واش تيستغلني، واش تيحماق عليا. المهم غير خليكم معايا، انا جايكم الصدمه اللي ما نخليش فيها غير بوحدي. غير سمعني قلت لباه انا ما تليتش باغاه، هو تم داخل. درت عند باه وقلت ليه الله يخليك جبتوني من دار با، ودابا رجعوني لدار با سالينا. غادي يدور عندي با ويقول لي واش يصحاب لك الزواج ساهل، لعبه نتاع الدراري الصغار، اش غادي ديري عند دار باك تدي لي الشوها؟ قلت لي اسمح لي اسمح لي، سمع اذا بناتكم كيطلقوا وكيديروا الشوها، حنا البنات عندنا في البلاد فاش كتخرج من دار باها كتمشي بالعز والعرس، وفاش كترجع لعندو كترجع بعرس حسن من هذاك باش مشات. بقى ساكت شويه قال لي وفاسك اذا طلبتي الطلاق غادي تردي لينا الصداق؟ واهلي اذا كان غير غادي يفرقني على هذا اللي قدامكم، نردو لكم بثلاثة وربعة وخمسة وتعشرة. سكت، مالقى ما يقول، شوي غيقول لي وزعما انتي بنت قارية القرآن ومسلمة وبعقلك وزينة وحنا راه كنبغيوك. قلت لي اولا انت ما جيتيش معاهم باش انك تشوف فين كنت عايشة والراحة اللي كنت وسط منها، داكشي باش ما عندكش اصلا الحق فين تهضر عمي، دور عند ولدك وسولو. الاخر بقى ساكت ما قلت حتى شي كلمة، انا تفقست. دارت عندي مرت باه وقالت لي انا عارفك مازال باقا صغيره وهذا الشيء صعيب اللي كدوزي منه، عطينا غير شهر بنتي، اذا ما ارتحيتيش مع ولدنا انا نعاونك انك ترجعي في حالك، سيري الله يسهل عليك. سكت ونط وخليتهم. دخلت للبيت وبكيت حتى شبعت. جا هو بغيتو غير يقول لي علاش دويتي مع باب بديك الطريقه، ولا يغوت عليا ولا يخاصم عليا، حتى غادي يقول لي شخصيتك قويه، ما عارف شنو غادي ندير. تفرقعت في وجهه بالضحك وقلت ليه خير قول لي انا مزوقه، واش انت عندك شي مشكل في عقلك ولا في شخصيتك؟ العار لما قول لي مالك، غير فهمني. هو يقول لي ممكن تقرب منك. تفقست، واش انت مريض فلان، واش انت مريض؟ تعقد وقلت ليه وحق من بعدها محمد لقصيني، وهذا الشيء راني مازال باقا مبلوكي العائله ديالي. البيت اللي هو نعس معايا فيه انا ما تنعش وعيني ما كيتغمضوش، ولكن ديك الليله بالضبط نعست ما عارفش كيفاش سدوا لي العينين. صباح الحال وحسيت بحال لا شي حد كيتقرب مني، فاش تنوض كنلقاه هو وغادي ندفعو، هو كيدفع وانا كندفع حتى دفع لي راسي على الحيط وتسد لي فمي، ولكن غير الجهد اللي عطاني سيدي ربي حيت هو قصر مني دفعته وهربت مع الدروج. موقف حتى لقيت راسي قدام الباب، كان صوني الخويا اللي جا وكان غادي يهلك وعصا وحبسته. جات اختو بدات كتطلبني، هادشي راه ما بين الازواج عادي وراه عادي يدير لك بحال هكذا، غير انت ما تفهمتيش. قلت لها صافي انا ولدكم ما تليتش باغا، حنا سالينا. بقات كتطلبني واقترحات عليا باش انهم يديوني لمدينه واحده اخرى عند مو الاصليه، انا نجلس عندها واحد 5 ايام باش نرتاح وديك الساع نرجع، وهو ما يمشيش معايا بيد ما انا نستوعب، وهما يشرحوا لي بلي انا الزواج راه ما دايرش بحال هكا حيت ما فايتش ليه الزواج. قلت له حتى انا راه بحالي بحالو ما فايتش ليا الزواج، وغير سيري غيكون خير. تخيلوا معايا بكثره الفرحه، مشيت وخليت ذهبي وحوايجي وزيت ثلاثه ديال اللبسات فقط ومشيت في حالي. شدينا الطريق انا وباه
وشي دراري كانوا صغار من العائله، مشيت لقيت العائله ديال مو فرحانين بيا وداروا لي عرضه، مو الحقيقيه وخواتاتو كلهم خير الناس، ما فضلتهم عليكم. ارتحيت 3 ايام، نهار الاربع كنلقى فوق من راسي، غوت غوته وحده يمكن سمعتني فيها كاع ديك القبيله، شو كدير نتايا هنا؟ هربت. وعلاش هربتي؟ انا راجلك ما يبعدني عليك حتى شي حد، حاولت نقربو مني كصديق نكسبو بعدا باش نتواصل معاه، ما لقيتش حل من غير انني جلست وبديت كنهضر معاه. قال لي انا بغيت نبقى معاك. قلت لي اسمع، عندك شهر، اذا انا صبرت هو هذاك، اذا لا راه ما عندي ما ندير. دويت مع ماما وقلت لها بلي انا عطيتو مده الشهر، قالت لي لا، اذا مشيتي رجعتي انا ما سامحاش ليك وغادي نطلق انا وباك، حيت هو ما كانش اصلا باغي هذا الشيء. ما عندك فين غادي ترجعي؟ بقى فيا الحال. وهنا غادي نوض نصوني على خالي اللي ما كانش باغيني نتزوج، ولكن فاش سمع شنو واقع قال لي انا غدا جاي لعندك واللي بغيتها هي اللي غادي تكون، يا معاه يا بلا بيه وسالينا. شنو غادي نقول لكم اخوتي؟ ديك الليله كلها وانا فرحانه حيتاش غادي نمشي مع خالي وما قادني فرحه. تنظر وكنقول ليه انا غدا غدا مع خالي. تسني داك الصباح بفارغ الصبر حتى صباح الحال، وجا وسلمت عليه، قلت ليه نطلبك طلبه وحده. جلس الراس في الراس مع داك السيد ودوي معاه علاش هو داير بحال هكا، حيت لاحظت انه فاش هو كان كيبغي يدوي مع شي حد من العائله ديالي ما كانوش كيخليوه دارهم، وحتى فاش جاوا المغرب اذا بغى يدوي مع بابا كان دور كنلقى خالو هو اللي تيدوي بلاصتو. قال لي خالي دابا انت شنو بغيتي؟ قلت له انا عييت خالي. شوفي يا ليلى، غادي نقول لك كلمه وحده، دابا اللي عطى الله عطاه وانتوما مزوجين في السماء قبل الارض، وهو دخل بك وكيف قلت لك اللي عطى الله عطاه، فين بغيتي ترجعي وانت خليتي قرايتك وكل شيء؟ واذا رجعتي غادي تسمعي غير الهضره. شوفي دابا عندك زوج ديال الحوايج، اذا بغيتي تصبري معاه مرحبا، اذا ما بغيتيش غادي تعطيني دابا يديك نخرجوا من هاد الدار. والصداق علما انه خالي حالته الماديه متوسطه جدا، قال لي انا غادي نشدو كريدي من الشركه ونردو واخا نعرف نبقى خدامه عليه حياتي كامله، وتعطيني يديك ونخرجوا من هنا. امك تطلق باك ولا باك يطلق امك، يدبروا راسهم، المهم هي تكوني مرتاحه بنتي. تخيلوا الجهد ديال الفرحه ديال داك الليل كامل حسيت به تهرس لي هذيك اللحظه. قلت ليه خالي شنو؟ انا غادي نصبر وتنبكي. واش انتي متاكده؟ اه غادي نصبر. سولني 3 ديال المرات وانا من الداخل ربي اللي عالم بيا. سلمت عليه ومشيت وخليته وكلت امري المولانا، وبقى فيا الحال وقلت ما غاديش نحمل المسؤوليه حتى شي حد، خاصني نصبر. دخلت للبيت وسديت عليا وقلت هذا هو مكتبي غادي نصرفه، ما عرفش الخير اصلا فين كاين. دخلت دواشت وصليت صلاه الاستخاره اللي كانت نيتي فيها انني نتقبل حياتي كيف ما هي ونتقبله بما فيه هو. ديبلوكيت دارنا وطلبت منهم السماحه، ودويت مع راجلي وقلت له اسمح لي وانا راني باقا صغيره مازال ما فاهمه حتى شي حاجه، غير صبر عليا وراعي ليا ونراعي ليك. قال لي واخا، ما قداتو فرحه. صباح الصباح بست لي فوق راسو ومشينا نفطرو. داك الصباح غادي يبان ليا، ودابا سمعوا معايا القصه لانه هنا فين غادي تبدا، غايبان ليا بلي انه غادي يشرب شي دواء، ولكن ما سولتوش، قلت اي واحد تيشرب الدواء ما تسوقتش. دخلت وضيت وصليت وبديت تنقلب على واحد المشطه ديالي ديال العود اللي من حسن حظي انها غادي تكون في داك المجر اللي فيه دوك الدوايات. حليت خديتها وسديت، عاد فكرت دوك الدوايات اللي كاينين تما وقلت والله حتى نقراهم، وما عند بالهم بلي انني ما قارياش بزاف، ما كنفهمش. حليت الورقه نتاع الدواء وقلت والله تنقراها، ايوا غير قريتها بحال تصرفقت للمره ما لا نهايه في هذه العلاقه. السيد سمعوني في انفصام الشخصيه، وتيسمع شي حوايج ما كيسمعوهمش الناس اللي دايرين به، وتيشوف شي حوايج اللي ما كيشوفوهمش اي واحد، وادمان وشلة لائحه طويله. بقيت غير تنشوف دوك الدوايات، شو غادي ندير؟ الحمد لله انه ربي اعطاني الثبات والصبر. انا ذاك غادي ندخل للانترنت وغادي نقلب شنو غادي يطرى اذا فلان اذا شي حد ما شربش دوك الدوايات اللي مولف كيشربهم، وكنلقى بلي انا ما غاديش يبقى في حالته الطبيعيه وغادي ينوض صداع. فعلا نط غادي نخبي عليه داك الدواء. جا في العشيه سولني فين هو دواه، قلت ليه لا سول الخدم اللي عندكم هنايا بزاف، مشى سول ولكن حتى شي حد قال ليه ما شافو. انا كنت كنقلب على الورقه نتاع الطبيب لوغدونونس، حيت اذا خرجت لعندهم وريتها لدارهم غادي يقولوا لي بلي انت اللي كتشربي داك الدواء، وما عندي حتى شي دليل بلي انه راه ديالو هو. جا عندي راه ما لقيتش الدواء، قلت ليه ديالاش بعدا هاد الدواء؟ شو ضرك؟ لا غير هاد الايام ضرني راسي وراه كنشرب الدواء. يبا سير خذو من الفارماسي. لا غادي تخصني لوغدونونس. على ما عندكش وراه الدواء نتاع الراس ما تخصكش فيه لوغدونونس. سكتي عليا عافاك، انت ما غاديش تفهميش هاد الشيء. ومشى وخلاني، وغادي نبشركم وغادي نقول لكم بلي انا وهادي غادي تكون اخر مره كنشوفو فيها. علاش؟ انا عايشه معاهم في قصر، ومن عادتهم انه اذا تزوج شي حد تيخرجوا ليه واحد الدويره
من تما من داك القصر ديالهم اللي فيها بيت ومرحاض ودوش كبار، واللي بغى ياكل تيدخل للدار الكبيره وعندهم الخدم اللي مكلف بالكوزينه. انا مولفه فاش انه كان نعسو كان سورت البيت ديالنا. داك النهار اللي ما لقاش الضو خرج وقلت لكم ما بقاش شفته، كنت كنتسناه، خليت الضو مشعل بالليل وما سورتش البيت باش اذا جا يدخل. داتني عيني بنفس الطريقه فاش كنتجرأ عليه اول مره قلت لكم، ونط غوت عليه. واحد الوقت بديت كنسمع واحد الغوات حدايا، ولكن باش نوعى به ونوض نشوف شنو واقع والله ما قديت، بحال كنت شي وحده ميته ولا مضروقيه. فقت الصباح مع ديك الخمسه درت ما لقيتوش حدايا، مشيت نحل الباب لقيتهم صورت علينا من برا. تخلعت وصورت لخويا ونوض نعاود ليه شنو واقع، وبلي انا ودابا راني لقيت الباب مقفول عيوم على برا. عرفتي شنو اخويا؟ انت ما تقول ليه والو، عيط لدارهم وقول لهم راه غير علاش سادين على ليلى البيت. ها هي جات امو اللي كان باين فيها بلي انا ومنعساش الليله كامله. شنو واقع؟ لا غير فلان زعما راجلي جاتو خدمه مزروبه وقال لينا باش انا نسدو عليك، خايف عليك من الخدم. اه ماشي مشكل، انا حسيت باللي انه كاينه شي حاجه. هبطت فطرت وجات عندي اختو الصغيره باش تقول لي كيف بقيتي، علاه مالي داكشي اللي طرا البارح؟ شنو طرا؟ ما خلاوش فلان يدخل عندك وناض الغوات، وعلاه مالو؟ ما هي ما كانش عند بالها باللي انهم مخبيين عليا واحد السر ديال خوها. قالت لي راه جا في واحد الحاله اللي ماشي حتى لهي، وماما خافت عليك منه وسدات عليه قفلات. بحت منها لراسها، انا ما جاوبتش. انا اصلا اشنو دايره؟ كنت لقيتو تيدوي مع واحد خيتي في التليفون، نط سرقت الواتساب ديالو من الاول. مع عندي زوج ديال التليفونات بحكم انني جبت معايا واحد من المغرب، وفاش جيت لعندو هنايا عطوني تليفون كادو. التليفون الاخر وصلني فيه ميساج اللي هو في الاصل الواتساب ديالو، واللي شي حد مصيفط منه باللي انه السراح راه في السبيطار، واللي هو راجلي، والسراح بمعنى مريض، قالوها باللغه ديالهم. راعي البوش راه في السبيطار، اول مره كتكون عنده الطوموبيل وفلوس ومراه وخراب. الاخر غادي يجاوبو غادي يقول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا ما عطلتهاش نيشان، غادي نصيفط ليه واش انت في السبيطار؟ لا ما كاينش في السبيطار، انا في الحلاق. كنصيفط من التليفون ديالي، قلت ليه صور لي الحلاق، صوروا ليا بالليل والضو شاعل وحنا عندنا انا ذاك الصباح. ما جاوبتوش، حدي عرفت داكشي اللي بغيت. بقيت على تواصل مع خويا وقلت ليه شنو كاين. واحد شويه كنصوني ما بغايش يجاوب عليا، ولكن فاش تنرجع للميساجات تيجاوبني، ولكن الطريقه ديال اللي كتبته ماشي هي النفس اللي معايا دابا. المفروض انه راجلي فاش تيكتب ليا عنده اخطاء في الاملاء، واللي تيدوي معايا دابا تيكتب مزيان. خليته حتى سالا وقلت لي راني عارفه الطريقه باش كيدوي راجلي، واذا ما دوزيش ليا نعطيكم نص ساعه وغادي نجي عندكم فين ما كنتو. واخا دقيقه ونصوني ليك، وبلوكيتو باش انه ما يصونيش ليا. شويه غادي تصيفط لي اختو ميساج باش انها تقول لي من دابا شويه غادي يصوني جاوبي عليه. اذا ما كانش راجل ليا فلانه انا ما غاديش نجاوب. وبعدا انتيا كنت عارفه انك مخبيه عليا شي حاجه. قالت لي شوفي يا ليلى اعطيني دقيقه نعس الدراري ونجي لعندك. جات عندي تليفوني ما بغاش يحبس من الصونيت، تيصوني عليا خوه، صوني عليها هي، وجاوبات وقال لي دماغي سجلي المكالمه بلا ما تشوفك. سجلتها، وهادشي اللي غادي تسمعوا دابا كان ما بينه وما بين خوه. اسمعوا مزيان. هناك لمواد المستشفى قالوا طلب منا اننا حنطمن زوجته، اننا حنطمن زوجته انه هو بخير، والحين نشوف زوجته لازم انها تكلمونها وتبلغونها. يعني بدل ما بلغنا انه رجع المستشفى وقال انا تعبان اريد ارتاح الحين كم يوم. المهم يا انا ان شاء الله بيتعالج واموره زينه. اذا انت حرضت صدري عنده ان شاء الله صح بيتعالج مستشفى متعالج متعافي واموره طيبه، ونحن خلاص قلنا خلاص هو طلب منا انه قال خلاص بخير ولا طبت حوله وكل شيء، وفجاه شكله يعني هو ما ارتاح يعني في العياده الزوجيه او شيء، راح على حسب التقرير اللي خبر الاطباء انه هو ما مرتاح في العياده الزوجيه. المهم ان انت ما قصرتي صراحه، ونحن تجاوبك طيب جزاك الله خير، لكن الحين الراي والخيار يرجع لك انت. انا ليش ما خبرتوني من اول؟ تفهمت الوضع؟ انا هلا الحمد لله متفهم الوضع، بس لازم اخبر عائلتي. والله ما بلغنا انه راح المستشفى، ولا انا بلغنا انه راح، ولا بلغنا ولا خبرنا بشيء، لكن فجأة ضربت عنده. يعني الحين بس بلغوني الاطباء يقولكم يعني لازم تكلموا زوجته، شوف الفندر ما بلغ زوجته، طلب منا ان نحن نكتب عنه. انت اللي اخذت التليفون وكلمتني في الرسائل يعني؟ لا لا كان تليفون عنده، انا ما موجود بعيد يعني بالطاقة. انا كان شاد التليفون وليش كسر فيني يعني؟ عادي هو كان كيتكلم رسائل، ليش ما تكلم معي؟ وشوف انا اعرف واعرف كلام، يعني هذاك الكلام اللي كان يتكلم مو كان هو، انا كلام بعرفه واعرف طريقه محادثته، وهذاك اللي يتكلم معايا اكبر قليل ادب.
يعني ما له دخل انا في عيش انا انا معايا ما له دخل. انا ابغى اعرف من هذا اللي كان شاد التليفون ديالنا وابغى اكلمه. يعني بنت عاقله بنت يعني متعلمه وان شاء الله نكتب صح من اللغه. ايوه الحمد لله متعلمه وشفت الدواء اللي يشربه وسالت عن الدواء ما رضي يقول لي وشفتيني انا مو بدويه وشفتي دارنا وشفتي مدينتي وانا خسرت فلوس باش نقرا يعني ذاك الدواء سهل علي اقصى حد نعرف ديالاش وعرفت فيه انفصام في الشخصيه والبارح في الصباح وحاولت اعطيت فرصه وتكلمت معاه وحاولت نعطي فرصه وكلمته وخرجت معاه وصقت بيه لما جا خالي كانت عندي فرصه البارح نمشي ما نرجعش نمشي يشد بيدي غصبا عن اي واحد ويزيد معاه وانا جلست وقلت غادي نحاول غادي نعطي فرصه لراسي ويمكن هادشي خير عندي ما قصرتي انت ما قصرتي سبحان الله هذا الامر ربنا من الله راي عندك بس حاول نحل الموضوع ان شاء الله ان شاء الله بكيت وقلت ليها بلي انا ما عندي حتى ذنب في هذا الشيء دابا غادي تعاودي ليا المشكل من الاول والقصه هي كالتالي سمعوا قالت لي بلي انا اخوهم كان 10 سنين في السبيطار ديال الامراض العقليه في الصغر ديالو كان تيطير ومراهق وكان تيكمي وكيشرب والادمان وكان مسخوط ورفقاء السوء نوضوا باش انهم يداويوه دخلوه للسبيطار اللي غادي يجلس فيه لمده 10 سنين و3 سنين الاخيره غادي يخرج وقال لهم زوجوني فاش قال لهم زوجوني بغاو يشوفوا ليه اي بنت حيت خافوا عليه من بنات العائله او القبيله ديالهم وقالوا يشوفوا ليه شي وحده اللي تكون بعيده اي وحده تقبل عليه وما غادي يطيحوا فيا غير انا شويه غادي تقول لي ولكن الطريقه باش عقتي دغيا وباش ربي يفضحو كانت عجيبه قالت لي انا فاش شفتك النهار الاول ليلى بقى فيا الحال ولكن ما كانش عندي الحق انني نقول لك شي حاجه حسيت بالشمته وعائلتنا ما فراسهم والو خو قال لي من الاحسن انك ما تدخليش عائلتك في هذا الامر انا عائلتي جبتوني من عندهم علاش حتى ما غاديش ندخلهم في هذا الشيء هما اول وحدين خاصهم يعرفوا هذا الامر كامل لغد ليه جايب لي واحد الورقه باش نسني فيها بلي انه انا اللي طالبه الطلاق سمحوا لي انا ما طالباش واذا بغيتوني نطلبوا كتبوا لي السبب علاش انا طالباه قالت لي اختو حنا ما بغيناش نوصلوا للقانون بغينا نديروا داك الشيء كله ودي ما بيناتنا انا ما بقاش عندي حتى شي يد في هذا الشيء غادي نمشي نجلس عند خالتي ويكون خير قال لي خالو اي حاجه بغيتيها نديروها لك في سميتك غير صبري معاه وتحملي مسؤوليته واش منيتك واش انا مخليه مالي ما مخصوصاش باش انني نتزوج خليت حريتي في قرايتي ولباسي وخروجي واهلي باش انني نتحمل المسؤوليه نتاع واحد قد با راه هو اللي خصو يتحمل المسؤوليه ديالي وصبر عليا انا راني ما بغيت والو لا غد لي غادي نعيط على خويا وخالي اللي عاودت لهم كلشي خالي هو اللي جداني ديك الخرجه اللي خرجت من الدار بحال خرجت من الحبس اول حاجه غادي ندير غادي نحيد داك النقاب ومشيت عند خالتي الله يعمرها دار والله يسهل عليها في هذا النهار هي اللي غادي تستقبلني مزوجه وطروا مشاكل ما بينها وبين راجلها وخاكك خلاتني معاها وصبرات عليا واللي وكلتها وشرات لولادها كتوكلها ليا وتعطيها ليا ارتاحيت معاها عمرها ما قالت لي لا هزي هادي ولا حطي هادي كتقول لي غير ارتاحي وربي صحت كتقول لي غير ارتاحي حتى ربي صحتي عندها وما نضوع يطوع على عائلتي وصرحوهم في الاخير بكل شيء وهنا ماما تقبلت الوضع وتيقات بلي انني فعلا كنت كنتعذب ديال بصح اما بابا قال لي ما عندك ما ديري مازال بالزواج خالتي صلات صلاه الاستخاره وجات عندي وقالت لي اسمعي يا بنتي ليلى وهذه هي النصيحه لاي بنت فين ما ضاقوا بها الحيوط بغيت نقول لك استخري المولانا وبكي عليه وطلبيه راه غير هو اللي غيقدر يسمع ليك جات خالتي من بعد ما صلات وقالت لي توكلي على مولانا وسيري دوزي الباك ديالك في المغرب حيت المدير انا ذاك كان قال بابا بلي انا وبنتك راه باقا مسجله عندنا غير قولها تجي دوز والله العظيم كانت مازال باقا اسبوع بالحساب غادي يقطعوا اليوم مشيت للمغرب وبكاو حتى شبعوا وطلبوا مني السماحه والديا وجلست وسط منهم معززه مكرمه وقابلت قرايتي في ذاك الاسبوع وضاربت وحسبتها يا ربحه يا ذبحه ما بقى عندي ما نخسر ظلمت الحياه ما بين عينيا لكن الحمد لله تخيلوا معايا انا ماشي شي وحده قرايه لكن ربي ما خيبنيش وكان اسعد نهار في حياتي نهار سمعت بلي انني نجحت ودارنا ما قداتهم فرحه وحسينا انه ربي عوضني فرحت بزاف وحسيت بلي انه السنه اللي كانت من قبل اللي ما نجحتش فيها وفاش عاودت انا وسط هذا الابتلاء عاد غادي ننجح وكانت معجزه كبيره علينا كاملين دفعت مع واحد لاجونس باش انا نمشي لواحد الدوله خارج البلاد فين انني نقرا وباش نبشركم بالخير وتكون نهايه جميله من هنا اليومين انا مسافره لديك البلاد ان شاء الله باش انني نبدا بدايه جديده اللي فيها كنتمنى انه الله ما يخيبنيش هذه كانت حكايتي.
وهذه هي كانت حكاية ليلى يا سادة يا كرام، حكاية جميلة جدا خصوصا الشخصية ديال ليلى. ما ترددش انني نعاود لكم، كي سمعتها قلت ضروري نشارككم بها. خليوا تعليق جميل لليلى ودعوا معها انه ربي يسر لها امورها يوفقها. وبغيت نقول لك انا كي دابا تبدا بداية جديدة، خلي ديما مولانا بين عينيك، ومن غادي تخرجي بعيدة على البلاد وبعيدة على والديك، انا عاود نقول لك خلي ربي بين عينيك وما تقربيش الحرام، وان شاء الله اي حاجه ديال الخير كانت لك ربي غادي يجيبها لك. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى تكون نالت اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، وسلام سلام.